نمو أنشطة الشركات المصرية في سبتمبر بوتيرة قياسية وتزايد معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ 2011. العقارات والبنوك تعيد التفاؤل إلى الأسواق الإماراتية بعد تراجعات متتالية بسبب ضعف السيولة والتوترات السياسية. صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو. مشاهدينا الكرام في جولتنا الاقتصادية من السوق الأسبوعي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إلى تفاصيل هذه الجولة. بعد أكثر من 3 سنوات من الكساد عقب ثورة 25 يناير من عام 2011، رصدت مؤسسات دولية كبرى حالة من الانتعاش بدأت آثارها تتضح على الاقتصاد المصري، وتتمثل بشكل جلي في نمو لأنشطة الشركات قاربت المستويات القياسية، ما أدى بدوره إلى تحفيز تلك الشركات إلى زيادة الطلب على التوظيف. يأتي ذلك في وقت يشهد اقتصاد البلاد تنفيذ مشاريع عملاقة كقناة السويس الجديدة وغيرها، ما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين. وتستهدف مصر خلال الأعوام الثلاثة القادمة تحقيق نمو يصل إلى 5%، مع الإبقاء على نسبة العجز الكلي في حدود 10% من الناتج المحلي. في تطور جديد لنمو الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، أظهرت تقارير اقتصادية تعافي الاقتصاد المصري وانتعاش النشاط التجاري بعد ارتفاع الانتاج وزيادة الطلب على التوظيف. الحكومة المصرية الحالية بتستهدف انها توصل معاها خلال العام الحالي انها ل 3.2 معدل نمو، وبتستهدف خلال ال3 سنين الجايين انها توصل لمستوى 5%. ده من ناحية. من ناحية تانية وده الأهم، هو انعكاس تلك التداعيات على حياة المواطن، حياة المواطن البسيط، وهي بترتكز على 3 أو 4 متغيرات. المتغير الأساسي بعتقد هو انخفاض معدل البطالة، رفع معدل النمو اللي الحكومة بتستهدفه. الحاجة الثالثة والأهم من كده زيادة معدل الاستثمار، وبالتالي بنعتقد إن هيكون لازم يكون لها تداعيات ونتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة من جذب المزيد من الاستثمارات. واستطاعت الحكومة المصرية أن تخفض عجز الموازنة للعام المالي الحالي بنسب قاربت 41 مليار جنيه بعد أن رفعت أسعار الوقود بما وصل إلى 78% خلال يوليو الماضي. لابد من تحريك تخفيض الدعم على سلع الوقود في خلال 5 سنوات القادمة. الجزء الثاني، لابد من إعادة منظومة حزم التشريعات لضخ الاستثمار وتحريك السوق المصري. نمرة 3، لابد من إعادة تحجيم وتحديد المنهجية القادمة لتحصيل الضرائب. وكثير من الناس يعلمون جيدا أن الإيرادات المصرية اللي تم طرحها في موازنة 2014-2015 هي حوالي 548 مليار جنيه مصري. الجزء الأكبر الذي تم التركيز عليه من قيمة هذه الإيرادات هي التحصيل الضرائب الذي يصل لحوالي 364 مليار جنيه مصري. وكان للمشاريع الاقتصادية العملاقة كقناة السويس الجديدة وتوشكا والمثلث الذهبي وغيرها أثر كبير في تحسن حالة الاقتصاد، خاصة وأنها تمكنت من إعادة الثقة في الاقتصاد المصري. لا شك أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن تدريجيا منذ يونيو الماضي بسبب الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب. لعل أهم هذه السياسات هي الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة اللي بدأت بترشيد الدعم وبدأ بترشيد الإنفاق الحكومي، كان الهدف منه الأساسي تخفيض عجز الموازنة من 295 مليار جنيه إلى 245. ربما العجز سوف يزيد ل 260 مليار بسبب خطأ في وجود بعض السياسات النقدية للدولة، لكن كان الهدف تخفيض وترشيد الدعم وتخفيض وترشيد الانفاق الحكومي لتخفيض العجز في الموازنة العامة. وتحاول الحكومة المصرية تحقيق توازن بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 2.1% العام الماضي. بعد ركود دام لسنوات، انتعاش اقتصادي وحزم جديدة من الإجراءات الحكومية المصرية لجذب المستثمرين وتدوير لعجلة الانتاج. من القاهرة، صابر السكري، السوق.
ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مدحت نافع المحلل الاقتصادي. دكتور مدحت، يعني ما تقويمك مبدئيا وبشكل عام للمسح الذي نشرت نتائجه مؤخرا والذي يشير إلى نمو الشركات المصرية بوتيرة ربما تصل كما قال المسح إلى مستويات قياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المسح الذي نشر في رويترز هو تجريه أو يجريه بنك HSBC بشكل دوري تقريبا كل شهر، بيبقى على مديرين المشتريات في عدد من الشركات الخاصة، عادة بيبقى حوالي 350 مدير. مديروا المشتريات يقولون نحن زادت مشترياتنا بنسبة كذا أو كذا في من خلال المسح، تستطيع أن تتوصل إلى أن هناك إقبال على الشراء، هناك مؤشر لزيادة الطلب الفعال في المجتمع بشكل ما، وهذا شيء جيد طبعا إذا ما اقترن أو إذا ما اقترن بزيادة الإنتاج، وإلا يتحول هذا الزيادة أو هذه الزيادة في الطلب إلى مزيد من الضغوط التضخمية. أريد أن أتعرف على المواطن، المواطن البسيط الذي لا زال يئن من ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع أسعار حتى السلع الاستهلاكية اليومية. ما علاقة هذا النمو بهذا المواطن الذي لا زال يعاني من البطالة من كل مشكلات المجتمع الاقتصادي؟ المسح أيضا تناول قصة زيادة التوظيف أو زيادة الوظائف، هذا مؤشر أيضا جيد إذا ما صدقت المنهجية لهذا المؤشر، نحن لا نعرفها حتى يعني بشكل علمي عن نفسي أتحدث. لكن بالفعل هناك معدلات مرتفعة جدا للبطالة في مصر، تعتبر من الأزمات يعني بتزيد عن 13%، تعتبر من الأزمات مزمنة في الاقتصاد. صحيح. شأنها شأن العجز في الموازنة، شأنها شأن معدلات التضخم. المواطن يئن تحت هذه الضغوط خاصة بعد رفع الدعم، لكن هناك مؤشر لانحصار الموجة التضخمية الناشئة عن رفع الدعم أو الرفع الجزئي للدعم خصوصا للمحروقات. نعم. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أصدر بيانا أعتقد الجمعة بأنه أو الخميس بأن معدل التضخم وصل في سبتمبر الماضي زاد عن أغسطس السابق عليه بمقدار 1.5%، وزاد أيضا على الأساس السنوي مقارنة بسبتمبر 2013. يعني كيف يعني نشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في ظل المؤشرات الحكومية تقول إن الضغوط أو إن معدلات التضخم ارتفعت؟ هناك زيادة طبيعية في التضخم، يعني نحن نتحدث عن الزيادة أو الطفرات غير الطبيعية التي اقترنت بعملية رفع الدعم. لاحظنا كثيرا ان هناك سلع في نفس اليوم تقريبا زادت. هذه الضغوط كانت في يوليو واغسطس بالضبط، هذه الضغوط هي التي نتحدث عن انها بدات في الانحصار. اما التضخم كعرض او كمرض مزمن هناك استمرار له، ولذلك نريد ان نبحث عن اليات وادوات للتعامل معه على المدى الطويل. نريد ان نبحث في امكانيه زياده الانتاج باساليب مبتكره، نريد ان نفكر خارج الصندوق. نعم دكتور مدحت، نريد أن نعود لهذا النمو، ما الأسباب وراء هذا النمو؟ تعنينا ما يتصل بالمسح ونشاط الشركات. نعم. أعتقد أن هناك موجة من التفاؤل مرتبطة بالتسويق لمصر، التسويق الذي تم على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي ومستوى الاستثمار لمصر في واشنطن مؤخرا وقبلها في زيارة الرئيس السيسي. هناك حالة من الارتياح نسبيا إلى ما يحدث، ده في تصوري. الناس يترددون دائما أو يمسكون عن الشراء أو اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار حينما يتعلق الأمر بشيء من الانسرتينتي، بشيء من عدم اليقين. طبعًا. كلما اتجه الإنسان يستطيع الإنسان أن يشتري وأن ينفق كلما كان هناك شيء من اليقين. إذا ما غضضنا الطرف عن مسألة مشروع قناة السويس باعتباره المشروع الأكبر الذي ظهر على الساحة إعلاميا في الفترة الأخيرة، يعني نمو نشاط الشركات، نمو العمليات الإنتاج، كيف تنظر إليها في مصر خلال الشهرين الماضيين أو ربما منذ بدء الموازنة الجديدة، موازنة 2014-2015؟ شيء مبشر إذا اقترن. هذا ليس نمو للنشاط، هو نمو للطلبات. نعم. الشركات تطلب، إذا تعلقت هذه الطلبات بمستلزمات إنتاج فهذا هو المؤشر الجيد. لكن أيضا يعيقها فكرة الطاقة، يعني مصادر الطاقة التي تحرك المكان التي هي وقود النمو تعتبر من الأزمات الهامة جدا. يمكن في هذا الشهر تحديدا بدأت يعني أزمة الطاقة تتجه إلى الحل نتيجة للطقس وتغيرات المناخ الطبيعي، هذا قد يكون سبب من الأسباب. للعلم هذه المؤشرات المتعلقة بالمسح ليست القياسية، هي قريبة من القياسية. أعلى درجة بلغها هذا المؤشر كان في نوفمبر الماضي.
نعم، النمو شيء إيجابي، ولكن نريد الاستدامة في هذا النمو. من خبرتك كمحلل اقتصادي، كيف أو ما هي آلية الاستدامة في هذا النمو؟ ده سؤال مهم جدا، لأن احنا الحقيقة بنبحث حاليا إلى زيادة النمو إلى 5% نتكلم عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بقى 5.5 أو 5.8%. ده الحقيقة أعتقد أنه مستبعد جدا في المدى القريب أو حتى المتوسط، نظرا لتوقعات الركود التي تخيم على العالم كله. يعني الحقيقة صندوق النقد والبنك الدوليين أعطوا صورة قاتمة لاقتصادات العالم، خصوصا اقتصادات المنطقة في الفترة القادمة. هذا أثر بالطبع على أسواق المال في العالم، نرى داو جونز بقاله أسبوع في انهيار تقريبا، ناسداك نفس الحكاية، المؤشرات الكبرى في العالم كله بتتعرض لأزمة كبيرة. وبالتالي أعتقد أن فكرة أن نطمح إلى هذه الدرجة من النمو يعني بعيدة المنال في الوقت الحاضر. الاستدامة مرتبطة بأن يكون لدينا تنمية شاملة بالمعنى العام، لدينا تنمية متعلقة بالصحة ومستويات التعليم. مؤشرات التنمية البشرية هي ما تعنيني في المقام الأول، أريد أن يشعر المواطن بعائد النمو وليس أن يكون هناك معدلات معلنة وفقط. أكيد. طيب، هل ترى مؤشرات لهذه العملية، عملية التنمية بديلا عن النمو في رؤية وفي فكر وفي تنفيذ الحكومة الحالية في مصر؟ حتى الآن لا أستطيع أن أحدد، لأن الحقيقة الحكومة عمرها قصير، والحكومة تنتظر أو نحن ننتظر جميعا انتخابات مجلس النواب. الحكومة الآن شكلت بالأمس لجنة تنسيقية للخدمات على سبيل المثال. هذه اللجنة أعتقد أنها يعوزها في تشكيلها عدد من الشباب، عدد من يعني أعضاء الصف الثاني النواب الذين قالوا في البداية سيكونون نوابا ثم مساعدين ثم مش عارف دلوقتي بيقولوا عليهم اختفى دورهم تقريبا، ما تعينوش تقريبا خالص، معاون سموه معاون دلوقتي. هؤلاء الشباب هم وقود العمل في المرحلة القادمة. البيروقراطية تقتل أي إبداع. دكتور مدحت نافع المحلل الاقتصادي، نشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت القصير، كنت ضيفا عزيزا علينا في الاستوديو. مستمرون معكم في السوق الأسبوعي، ونلتقي بعد الفاصل. أسواق العالم تستعد لاستقبال النسخة الأحدث من طرازات فيراري الفارهة، والتي تعد الأقوى والأسرع على الإطلاق. بدعم من قطاع العقارات والبنوك، عاد التفاؤل إلى الأسواق الإماراتية في تداولات الأسبوع المنتهي بعد أن سجلت مؤشراتها تراجعات متتالية. حققت خسائر فاقت 8 مليارات درهم بسبب ضعف السيولة وإخلاء المراكز المالية قبل أجازة العيد والاضطرابات السياسية التي تسود المنطقة. عاد اللون الأخضر إلى الأسواق الإماراتية في آخر جلسة لهذا الأسبوع، حيث اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي آخر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 18%، مغلقا عند مستوى 4943 نقطة. هذا مع تسجيل تراجع طفيف في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 12% عند مستوى 5077 نقطة. بشكل عام كانت يعني احجام التداول نوعا ما منحسره، بعض الشيء لم يتجاوز حجم التداولات يعني 800 مليون خلال الجلسه. واعتقد انه في الوقت الحالي يعني المتداولين والمستثمرين في ترقب لنتائج اعمار، اللي هي نتائج اجتماع اعمار اليوم سيقوموا في عمليه بحث كيفيه توزيع 9 مليار درهم على المساهمين، اللي هي 5 مليار 400 منها اللي هي عوائد اكتتاب اعمار مولز. ارتفاعات تأتي بعد أن تكبدت الأسواق المحلية الإماراتية خسائر فقط 8 مليارات درهم، ما دفع بإجمالي القيم السوقية لأسهم الشركات المتداولة بالإغلاق على تراجعات معتبرة ما دون مستوى 800 مليار درهم، وذلك تحت ضغط من ارتفاع وتيرة عمليات البيع بدافع تبديل المراكز المالية وجني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين والأجانب من جهة، وانتظار نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار لمعرفة آليات قرارها بتوزيع أرباح على المساهمين، الأمر الذي تسبب في تراجعات المؤشرات. التراجع الكبير يعني كان قبل الأجازة، كان حجم السيولة في السوق يتعدى المليار، لكن خلال هذا الأسبوع كانت السيولة تكاد تتعدى 500 مليون أو 0.5 مليار بقليل.
من المتوقع مع بداية الأسبوع الجديد أنه يكون هناك دخول جديد للسيولة، هناك حركة أكبر أو أوسع مما كانت عليه خلال هذا الأسبوع. الحاصل في أداء الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع هو سيطرة الأجواء السلبية تحت ضغط من عمليات البيع التي نفذت على شريحة من أسهم البنوك والعقار والطاقة، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع بنسب غير مبررة في كثير من الأحيان نتيجة ضغوط خارجية أكثر منها داخلية، هذا بالإضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين قبل بدء موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث من هذا العام. رغم الارتفاعات الطفيفة التي طالت الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، يبقى الترقب سيد الموقف، ترقب نتائج المالية للشركات للربع الثالث لهذه السنة. من داخل بورصة دبي، عبد اللطيف بخوش، الغدو العربي، دبي. حذر صندوق النقد الدولي من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وخفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.3%، كما خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمقدار 3.8% من إجمالي الناتج المحلي. وشكل تعثر تعافي الاقتصاد الياباني واقتصاد منطقة اليورو الجزء الأكبر من أسباب خفض توقعات النمو العالمي للعام الجاري. كذلك خفض الصندوق من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام إلى 1.4% بتراجع بمقدار 0.5% مقارنة بتوقعاته الأخيرة في يوليو تموز الماضي. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن المحلل الاقتصادي أحمد ياسين. سيد أحمد، من وجهة نظرك ما أسباب أو الأسباب التي دعت الصندوق لأن يخفض من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري والعام المقبل أيضا؟ هناك سبب أساسي ارتبط مع تراجع توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لمستوى نمو الاقتصاد العالمي، وهو مرتبط بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي الصعب الذي ما زالت تعكسه منطقة اليورو، حيث أن منطقة اليورو من حيث الحجم الاقتصادي تعتبر أكبر تجمع اقتصادي في العالم، وعندما تستمر الأزمة الاقتصادية الأوروبية من دون يعني ظهور أي بوادر لحلول ممكنة يمكن أن تخرج الأوروبيين إلى بر الأمان الاقتصادي، فمثل هذا الوضع بالتأكيد يعني يطفي ظلال ثقيلة جدا على الاقتصاد العالمي. كما تعلم البنك المركزي الأوروبي قام بخطوات يعني جريئة وصفت بالجرأة مؤخرا، ولكن مثل هذه الخطوات لم تعطي النتيجة المرجوة منها، الأمر الذي يشير بقوة إلى أن هناك حالة من العجز يعني يتخبط بها البنك المركزي الأوروبي من خلال أن هذا البنك لا يملك الصلاحيات المالية الكاملة لإخراج الأوروبيين من أزمتهم. كذلك أيضا حل الاختلاف الكبيرة جدا بين اقتصادات دول الأعضاء في منطقة اليورو مثل هذه الحالة. أحمد، كان هو سؤالي التالي، بالنسبة لمنطقة اليورو والاقتصاد الألماني، هل تتوقع ركود التعافي في المنطقة أم استمرار في التحسن البطيء للوضع؟ هناك توقعات يعني واضحة ويعني يجتمع عليها أغلب المحللين على أن وضع منطقة اليورو سوف يستديم بحالته التراجعية، بحالة ركود متراجعة مستديمة شبيهة جدا بالوضع الذي شاهدناه للاقتصاد الياباني. فكما ذكرت سابقا انطلاقا من المقومات الاقتصادية الصعبة التي تنعكس من منطقة اليورو، خاصة بعد الأرقام المتراجعة للاقتصاد الألماني، ما يؤكد أن الحل الألماني الذي فرض بطريقة يعني بطريقة عكست هيمنة ألمانية على السياسة المالية الأوروبية كذلك لم تعطي النتيجة المرجوة منها من خلال التقشف الذي فرضته ألمانيا على باقي دول أعضاء منطقة اليورو. والآن بعد حوالي 6 سنوات من عمر الأزمة الاقتصادية الأوروبية نرى بأن ألمانيا قد يعني دخلت تحت مظلة هذه الأزمة، ما يشير بوضوح إلى أن الوضع الاقتصادي الأوروبي سوف يكون يعني صعب ويعكس
يعني حالة الركود الاقتصادية المستديمة التي شاهدناها للاقتصاد الياباني. نعم. بالنسبة لألمانيا هناك يعني حلول قد تكون مختلفة عن باقي دول أعضاء منطقة اليورو. كما تعلمون الاقتصاد الألماني هو الأكبر أوروبيا. نعم هناك يعني مؤشرات وأرقام اقتصادية ألمانية متراجعة في الربع الثاني من هذا العام، ولكن يبقى الاقتصاد الألماني قوي. نعم. يبقى نشكرك. أيضا أنه يعني أفضل من باقي الاقتصادات الأوروبية. نعم هناك نشكرك شكرا جزيلا. عذرا للمقاطعة السيد أحمد ياسين المحلل الاقتصادي متحدثا إلينا من العاصمة البريطانية لندن. اشتدت المنافسة بين كبرى شركات السيارات في العالم خلال فعاليات معرض باريس الدولي، وأعلن أهم المصنعين عن أحدث ابتكاراتهم في هذا المجال والتي تركزت على مفاهيم مستقبلية كان في مقدمتها السيارات التصورية ذات الإمكانيات أو الإمكانيات المتطورة والكفاءة العالية، مثل ما حدث مع كل من ستروين وتويوتا وبنتلي ورولز رويس وجاكوار وبي ام دبليو وغيرها. أما هذه فالنسخة الأحدث من طرازات فيراري الفارهة والتي تعد الأقوى والأسرع على الإطلاق بين جميع سيارات الشركة من الوحدات المكشوفة، والتي تتميز أيضا بالكفاءة في استهلاك الوقود. فقط 499 نسخة ستكون متوفرة من سيارة فيراري الفريدة 458 سبيشال اي، والتي سوف تباع الواحدة منها ب 260 ألف يورو بالأسواق الأوروبية وبأسعار مشابهة في كافة أنحاء العالم. هذه القطعة التي لا مثيل لها تستطيع أن تصل بك إلى سرعة 60 كيلومترا في الساعة فيما لا يزيد على 3 ثوان، وتعتبر هذه النسخة هي الأقوى على الإطلاق بين جميع سيارات الشركة من الوحدات المكشوفة، وذلك بفضل التوفير في وزنها بالاعتماد على السقف المصنوع من الألومنيوم والذي يمكن طيه في نحو 14 ثانية لا أكثر. ووفقا للشركة المصنعة فإن الوحدات الأولى سيتم تسليمها إلى السوق الأوروبية والصين خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. 458 فيراري سبيسيال اي تجمع مميزات افضل نسختين سابقتين من انتاج الشركة، وهي كلاسيكية السيارة فيراري سبايدر وروعة اداء السيارة 458 سبيسيال. السيارة مزودة بمحرك V8 بقوة 605 أحصنة، وهو قادر على توليد 540 نيوتن في المتر من العزم، بينما لا يتعدى معدل الانبعاثات الضارة منه 275 جراما للكيلومتر. ويعبر حرف A في اسم السيارة عن كلمة أبرتا الإيطالية، والتي تعني حرفيا كلمة مفتوحة أو مكشوفة. وتؤكد الشركة أنها تسعى لزيادة نمو مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، ولكن دون أن يؤثر ذلك على خصوصية سيارات فيراري، حماية لقيمة وسمعة هذه العلامة التجارية الخاصة جدا في عالم السيارات الفارهة. جدد المستأجرون القدامى في لبنان رفضهم قانون الإيجارات الجديد لأنه لا يؤمن حق السكن ويلغي ضمانات مكتسبة لهم. المستأجرون تظاهروا في بيروت ضد المالكين الذين يسعون من خلال القانون إما إلى زيادة الإيجارات وإما إلى إخراجهم من بيوتهم. بعد التقرير الذي أعددناه سابقا عن الحالة التي يعاني منها المستأجرون القدامى، ها هي المعاناة ذاتها اليوم، فالقانون الذي تأملوا منه خيرا جاء مجحفا بحقهم وأمهلهم عددا من السنوات لإخلاء منازلهم. في حال مشي قانون جديد بدهم يضلهم يزيدوا عليك، يعني انت خلال سنتين ثلاثه بصير اجارك اكثر من الاستثمار، يعني انت لحالي كمان حتفلي، لوين بدك تفلي؟ هاي الخيمه نصبناها نحن للرمز انه نحن حنعيش اخر شيء المستاجرين القدامى بالخيام، هي اذا سمحوا لنا ولقوا لنا مطرح نحط الخيمه. نحن بدنا نحن يعطونا القانون عادل، كان فريق جبران عامل قانون عادل بيعطي 40 ب 60، هلا
بهالقانون هيدا الجارف والظالم جتونا مرة، يعني البلد مرتاحة كتير لجتوا العالم مرة. في 28 من كانون الأول المقبل يدخل قانون الإيجارات الجديد حيز التنفيذ. هذا الأمر يرفضه المستأجرون جملة وتفصيلا، ما أعادهم إلى الشارع وأولى تحركاتهم كانت باعتصام في الحمرة وسط بيروت. طبعا اليوم واحد بده يتحرك ويشوف حاله خسر كل شيء، يعني شو منتظر منه؟ يعني هاي عملية انتحار جماعي بدها تصير. لهالسبب نحن ضد القانون كله نهائيا، وعمله على رواق وياخذ 4-5 سنين ما عندنا مشكلة. المستأجرون يرون في القانون مدخلا لتشريد آلاف العائلات، ذلك أن المجلس الدستوري كان قد رد الطعن بكامل بنوده، غير أنه أبطل كل ما يتعلق باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بين المستأجر والمالك، والبت أيضا بمن هي الجهة المستفيدة. لما اليوم بيجي أدخن مؤجر من الإيجارات الجديدة بده يأجر شقة ما بيلاقي 1.5% حتى يقدر يأجرها، تيجي بتفرض أنت يا مشرع 5% على قيمة السكن، قيمة المأجور، معناتها أنت فرضت عشرات ألوف الدولارات في السنة، يعني معناتها ما يفوق أضعاف مضاعفة مداخيل الناس. في المقابل يؤكد المالكون أن مخاوف المستأجرين ليست في محلها، وبأنه يحق للأخيرين البقاء في منازلهم بعد 12 عاما على أن يدفع الصندوق المخصص عنهم طيلة هذه الفترة. قضية الإيجارات القديمة باتت أشبه بالمعضلة، وعلى السلطة التشريعية التحرك قبل إنتاج أزمة مفتوحة بين المستأجر والمالك ترتب عبئا اقتصاديا جديدا. من بيروت فانيسا متى، السوق. كان هذا كل ما لدينا من السوق الأسبوعي، ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى أن يجمعنا بكم لقاء جديد لكم من أرق المنى في أمان الله.